أيها الحفل الكريم، هكذا تتواصل هذه الانطلاقات والتحديات والإثارة على أرضية ميدان القابل من ضمن الشارع المقدمة من الفاضل العبد بن محمد الوهيبي. لك جزيل الشكر والتقدير والامتنان، شكرا كبيرا مثل حجم السماء ولا يوفي بحقك. على بركة الله أعلنت انطلاقة الشوط الثامن، انطلق مع المقدمة والمركز الأول أبيض السهيل بن علي الوهيبي من يقدم لنا أبيض على مقدمة الشوط. المركز الثاني شواهين حاتم بن سعيد الكثيري، والمركز الثالث القادمة من ميمنة الميدان المنطلقة في هذه اللحظات الله يا شديد منتصر بن محمد المالكي، والمركز الرابع هنالك شواهين، وخامسا المنطلقة الله الله على هذا الانطلاق. ولكن أعود حيث البداية والمقدمة، والمركز الأول من قيرة شديدة منتصر بن محمد المالكي من تقدم، ولكن أرات هنالك تغييرات جرت وطارت من قبل الفائز محمد بن حمد المحارب اللي طار وانطلق نحو الصدارة. المركز الثاني منتصر أيضا المالكي قادم، والمركز الثالث الله يا حاتم يا بن سعيد الكثيري، ولكن اللي طار محمد بن حمد المحاربي مع الفائز الفائزة اللي فازت بهذا الشوط اللي طارت بهذا الشوط المنطلق. شكرا يا بن سنوت على هذا الانطلاق والتحديات والعثار. المركز الاول المركز الثاني المنطلق هنالك الشديد منتصر محمد المالكي، والمركز الثالث هنالك القادمة أبيض سهيل بن علي الوهيبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 1:50 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.